السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ عدنا للعبة سيم سيتي وسلسلة الملاهي والسياحة وهذا الصرح الجميل. طلع عليه، عملنا امبارح 31 ألف. طبعا بالحلقة الماضية عملنا انجازات جيدة، وصلنا 440 ألف. ما قدرنا نرفع العداد تبع العداد الساعي خلينا نقول، بس يعني قدرنا انه نعمل انجازات لا بأس بها. وهلأ بهالحلقة بدنا نحاول نشوف، بتذكر هذا المبنى كنت عم بحكي بدنا نشتغل عليه، جامبلينج هيد كوارتر. انا بس حابب اشوف هذا المبنى، نسيانة هالمعلومة، حاطينه ولا لا؟ ما في. وين بدي احطه؟ بس انا عم فكر، يعني مو شرط انه احطه قريب لانه هو ما بيعمل اتراكشن لاي شيء، هو مجرد مبنى هيك موجود وخلاص. فجا على بالي احطه هون. ايه هون هيك، هتشوف صغير. هلا هذا المبنى صار موجود دغري نط. بيعطينا كويست، تعال ناخدها. كوستات هذا بيقول لك جيب 100 ألف باليوم وطور هذا المبنى. هنشوف اذا بتزبط القصة. بما انه احنا ما عنا هي مالها جايد، تعالوا نحط هي جايد، جايد مي. طبعا هي انا شرحتها بالسلسله. طبعا بتمنى من اللي عم يشاهدونا اول مره يشوفوا السلاسل الثانيه لسم سيتي، السلسله الاساسيه، سلسله اسمها بدايه جديده، يعني كل المعلومات صفت. اذا واحد ما بيعرف اللعبه نهائيا بعتقد اذا بيشوف السلاسل من اول حلقه، لانه كتير مهم الشرح كان، يعني خطوه خطوه. بقى اللي يتابع من اول حلقه لنهايه هالسلاسل كلها الموجوده، او استيراد وتصدير او نفطيه او كمبيوتريه، بس اهم شيء سلسلة البداية الجديدة اللي هي نظامية كان فيها سياحة شوي ومشكلة. اللي بيتابعون من أولهم لآخرهم بعتقد بيقدر يلقط كل المعلومات عن الشغلات، يعني تقريبا مشروح كل شيء. ومو بس مشروح كمان، أنت إذا بتقلده بعتقد بتكون لاعب محترف أو لاعب كتير مستوى عالي إذا بس بتعيد الشيء المعمول. بقى هي بعتقد الحمد لله كانت ناجحة، مشان هيك ما عم برجع أشرح كل شيء مرة تانية، إنه العالم بتمل مشاهدينا اليوميين. بقى مشان هيك بدهم يعذرونا الناس اذا ما بنشرح كل شيء مشروح اساسا. بقى هلا في عنا هذا الهيد كوارتر صار جاهز، صار فينا نحط مباني. عنا ثلاث انواع، واحد اسمه سكاي فاي، هيك فضائي شكله، واحد هذا شكله مرتب، هذا اللي انا حابب اساويه، وواحد غالي كتير ما لنا قده، ما لنا قده فعلا، لانه هذا كبير وهذا بده هاي، يعني بدك يكون عندك هاي زباين. بقى هذا احسن شيء اللي هو الوسط. بس الفكرة أنا هون بدي أحطه بهالجزيرة، وين بسع هون يا ترى؟ قد إيه حقه مرة تانية؟ 140 ألف، ما بسع هون. طيب أوه بسع هون، سهل. هي فكرة، والله هاي الفكرة ممكن تكون منيحة. ليش؟ لأنه من جر اهتمام العالم لاستعمال هذا الطريق اللي هو ما عم نستعمله. بنفس الوقت هون في مخفر شرطة، يعني هاي بعتقد فكرة جيدة. نعم فكرة جيدة. الله هيك بس اشوف البياض اللي على جنب. طبعا في خط احمر من ورا ما احنا قدرنا نطوره، بس ما بيهم، فيك تطوره من على جنب هذا. يلا نتكل على الله وبسم الله. يلا هون، يلا هون، هاي حطينا هذا هون. طبعا قبل ما نعمل فيه اي شيء بدنا نروح، مشان ما ننسى انه عنا مليون ضغط، نروح على ستيل كار، نحط واحدة ستيل كار هون، نروح على الباصات، نحط واحدة تبع باصات هون، وبس هذا الشيء اللي بدي ما انسى. بالنسبة للشيء المهجور تعالوا نشيله، تعال نشيل هاي ونشيل هاي، تعال نعمل هيك شغلة في شغلة سريعة، يعني نعمل دي زون لهالمنطقة، يعني نحولها من سكنية ل هاي نشيلها، من سكنية لمحلين تجاريين ممكن يكونوا جنب هذا يشتغلوا. يعني كمان هاي نفس الشي، هدول نعملهم دي زون، نعمل هيك، نعمل هيك وهيك نشيلهم هيك بالطريقة. هون صار في عنا هذا، نشيله بيطلع اخضر، هلا بصير بيطلع ازرق. خلاص خلاص. ها
هذا المبنى الجديد الجامبلينج اللي عملناه شكله شغال، بس احنا قبل ما نشتغل فيه خلينا بقى ندرس شوي الأوضاع مشان ما نضيع. هلا هو شو عم بيجي؟ عم بيجي لو وميديوم، ميديوم اكتر شيء عم بيجي، ميديوم اكتر شيء، ميديوم فلل. بقى احنا اهم شيء هذا المبنى نحط له غرف ميديوم زيادة اللي هن هدول. هاي شو بتعمل؟ هاي لو، او بدنا لودجينج ديفيجن لنقدر نعمل ميديوم. مهمة والله هاي. وهي شو؟ لو كاباسيتي يعني عنا. او طب وهي بدنا نحط الارما، او هاي الارما كتير مهمة، بتجيب لك 600 باليوم من كل الانواع، وهي حطيناها بدون اي تفكير. طبعا هدول اللوجات شايفين بينزلوا على جنب، حلوين شكلهم كتير، بس مشكلتهم لو انا بدي هاي الميديوم. بقى نشوف قديش حقه التطوير تبعه وقديش بده لحتى يجيبه الواحد. بعد ما يصير عنا هالرقم 100,000 مربح باليوم، اللودج وينه؟ انترتينمنت جيمينج، هاي اللودج 300,000 حقه كتير، بس مفيد جدا لحالتنا. المهم نستنى نشوف امتى بيصير معنا اللودج، نرجع نشوف هذا شو وضعه. والله بما انه عم بيفلل فينا نحط له لودج لو. بدي حقه اللودج، يلا لودجين، هاي واحد وهون واحد، وهاد هون مثلا هيك منيح. هذا كمان، هذا جيمينج ميديوم وذ جامبل. هذا ميديوم، هاي اذا بدي جيمينج زيد العدد اللي عم يلعبوا، بس لا انا بدي زيد عدد الغرف الموجودة مشان الناس شايفين، مشان الناس يكتروا بقلب هذا المكان. المهم هلا نحن نشوف اذا الخطوة اللي عملناها ذكية كانت بموضوع الطرقات ولا لا، لانه انت شو عملنا احنا بالخطة؟ شوفوا شو صار، صار عنا الضغط، بدل ما كل الناس رايحين دغري، بدل ما كل الناس عم بيجوا من هون ويلفوا هيك ويروحوا لهون، صار عم بيلفوا من هذا الجسر ويروحوا لهي المنطقة، يخلصوا ويرجعوا يروحوا. يعني عملنا حركة، هلا احنا على فكرة بالزائد صرنا كأنه، بس في كثير شغلات مهجورة، خلينا نبلش نشيلها هون وهون. وين في كمان؟ مالي شايف وين في، حاول شوفهم انا بس من داعي التسلية، هو فيك انت طبعا تلاقيهم فورا. نشوف شو بيلدينج فاير، يبدو انه اكتر مشكلة عم تصير عنا الفاير، بس ما حن كتير نهتم لها، يعني ما كتير حن تو ماتش كرايم. خلينا هلا نشوف الكرايم، صح يصلنا زمان، لانه يمكن نضطر نقوي الموضوع الكرايم لانه صار عنا مبنى جامبلينج جديد هون هيك. تعالوا نشوف الكرايم بشكل سريع، 6. طيب تعالوا معنا، هون في ازدحام سيارات كأنه شرطة، شفته هلأ لقطه ليك، وشوفوا قديش في شرطة هون كتير. كل الأحوال اللي حنساوي حنزيد مجموعة باترول جديدة للشرطة، وهلأ بعتقد هالشي حيحللنا مشكلة الكرايم. 3، هاي 1. من الواضح انه عندنا بس مشكلة كرايم. طبعا مشاكل الكرايم هي خلص بالمدن السياحية بتلحقك، بتلحقك يعني اي شيء في عندك سياحة، المحرمية هاد اللي بدها اياها، بدها المصاري من السياحة، بقى بدك يعني تشتغل عليها كتير. هذا كمان، هذا معبى، معبى سيارات يعني، ما فينا نضيف له اكتر هذا المخفر، وما فينا نشيله طبعا، هذاك لحاله ما بيكفي، يعني حاطين 2، عم فكر زيد واحد، بس هذا حلو فيه كتير انه قريب من هاد، يعني بيعمل له مثل حماية. نتأكد المباني السياحية هذا قديش، لا بس في هاي بحاجة نحنا لتكبيرة، مبنى السالفجينج او مبنى السويج تريتمنت لمعالجة المجارير او المجاري. المي شو وضعه؟ منيحة. الكهرباء، الكهرباء عم نشتري من برا، بس ما بعتقد عم نشتري كتير. قديش حاطين لك؟ اي بس 57 ميلي واط، يعني ميجا واط، او ما رقم رهيب، بس ما ها يعني هد هذا الطريق مشان نحط. هو بكل سهولة انت بتهد هذا الطريق وبتعمل خط كامل بيعبي المواضيع. وما بدي اشتري اي شيء من هدول اللي بيعملوا تلوث او فحم، او ما بدي اروح بهالخطوط هاي، خلينا هيك. هذا عم بيربح، هذا عم بيربح. الطاحونة وينها هون؟ شو عم تربح؟ عم تربح. مدينة الملاهي 161,000 امبارح، منيح الرقم.
في بيت abandoned يعني انهجر هون. المدرسة شو أخبارها؟ عم بيتعلموا الناس يا هل ترى؟ teaching 61 student مو كتير بس فرجيني. والله هحط باص بس زيادة، حرام خليهم يتعلموا أكتر. ها هاي باص تاني، يلا 3 باصات ما بدون أكتر من هيك. برجع بذكر احنا مدينتنا ما في داعي نفوت بالتعليم كتير، يعني مو هذا شغلنا، لانه تعليم كتير يعني مواصلات اكتر يعني باصات اكتر يعني حركة اكتر، ما بدنا نفوت في المواضيع. هذا المبنى صار له ابجريد واخيرا، هذا الابجريد بقى هذا بيعطينا منيح، لانه بيعطينا هذا المبنى نطوره. حساوي اللي اسمه اللوجر، يعني تطويرة اللي أول مرة نحكي عليها بهذا المبنى اللي هو الجامبلينج هيد كوارتر، يعني إنه مثل المبنى المسؤول عن الجامبلينج وحسابات الجامبلينج. في له 3 تطويرات، عندك التطويرة الأولى هي تطويرة المتعة، بتخليك تبني مباني بيعطوا متعة أكتر، ممكن تكون إضاءة ممكن تكون حركات من هالنوع. عندك مبنى الجيمينج، هذا المبنى بيخليك تزيد الألعاب اللي فيك تنزلها بالمباني الجامبلينج. وعندك المبنى الأخير اللي هو اللودجينج، اللي هو المبنى اللي بيخليك تعمل غرف أوتيلات صغيرة بقلب مباني الجامبلينج. بقى أنا حروح على اللودجينج، وكبير ما شاء الله والله كبير. بعتقد حشيل هذا المعمل، ما لنا بحاجة معامل بالمرة. وشوف والله كبير، مبنى كبير، 300 ألف حقه دفعنا كتير عليه، بس بيستاهل يعني بيستاهل. دغري حروح بشكل مباشر، ليكون صار في عنا هاي، وصار عنا هاي ويلز كمان. احنا عم بيجينا هاي ويلز شي؟ لا هاي ويلز ما في عنا. وقت يصير في عنا هاي ويلز بنصير بنحط هاي، شايفين مثل القبعة، بس احنا ما عم بيجينا بقى، ما حنحطها، حنحط الميديوم. ميديوم هاي وحدة هون، وهي وحدة هون، وهون بنحط كمان، وهي وحدة هون. ما عم تركب، ركبت. بحق لنا نحط الوحدة الأخيرة، حنحطها كمان ميديوم بالنص. شوف هالمنظر، والله صار المبنى جميل جميل جميل. شوف الجمال، يا سلام. هذا المبنى صار بيسع 180، هي 180 و200. هنشوف قديش حيصير جبلنا، هنشوف. وجمالته انه يعني مرتاح، بشارع فاضي وهيك مواصلات عليه دغري. بقى ما بعرف شو حيصير، ما بعرف هلا هالعدادات شو حيصير فيها. القمامة، القمامة شو اخبارها؟ قربت تصير فل. عم بيقلنا بنقول له على راسنا وعيننا، هاي حراقة، وهي جامعة زيادة للقمامة هون، هاي جامعة هون، وهي معتوسة ما بنيها معناتها اذا معتوسة. لا فيني احط حراقة زيادة بس ما لنا محتاجين اساسا، خلص حرقتين حيكفي بالوقت الحالي. طيب الشرطة طمنونا ارجوكم، 6 لسه ما عم بيطلع ولا عم بينزل عداد الشرطة، لساته 6. 28 سيارة شرطة هون، في والله رقم كبير، بس ممكن هذا الرقم هلا بكره يتحسن، بكره بوقت اللعبة طبعا. مدينة الملاهي وضعها منيح. نرجع للعدادات تبعنا، طبعا كالعادة بدنا عمال مستوى لو، أكتر شي عم بيطلبوا منا هو اللو. السياحة قالي كرقم غريب، يعني مفروض تعلى بعد هالإضافات اللي عملناها، بس يمكن يكون مجرد بق أو مجرد جليتش باللعبة أو مجرد أي هيك، لأنه لحنا كتير صار في عنا شغلات بتعمل أتراكشن باللعبة، أو يعني بتخليك تجيب ناس على المدينة كتروا كتير، وهن شغالين فعليا. بقى ما بعتقد في مشكلة بالسياحة أبدا، حتى بعتقد إنه احنا عنا سياحة زيادة عن اللزوم بالوقت الحالي. بس كمان احنا حنشتغل على هالموضوع. هدول شغالين يا ترى ولا شغالين؟ هذا شو صار يجيب 72 ألف؟ والله هذا المبنى عم بلش يطلع لنا مصاري منيحة، يعني 7300 بالساعة، 76 ألف رقم منيح. بس احنا بحاجة انه هذا النهار يخلص لنعرف بالضبط شو وضعنا، لانه على حالتنا هيك الحالية ما فينا نحكم احنا شو عم بيصير معنا. حتى العداد ماله عرفان، بيطلع احيانا بينزل احيانا، بس هي هي حلاوتها، وقت يخلص النهار تقبضنا المبلغ الكامل. طيب هلا انا بدي اشوف على هدول المباني اللي هون،
وهذا فينا نحط منه واحد تاني كفكرة بعدين يعني بمنطقة تانية. انا هاي عملت لها جايد، ايه كنت عم بقولها قصة الجايد مي ونسيت، اخذني الكلام ونسيت قصة الجايد مي، شرحتها بالسلسلة الاساسية. الجايد مي معناتها انه انت وقت تحطها، متى عملت جايد مي لمثلا هالجامبلينج مثلا، بتقوم انت اذا رفعت فتحت على الريجن بتلاقي فوق صورتك صار في ملاهي 1 جن جن 1، هي اشارة الجامبلينج مثلا، فهي ميزة الجامبلينج وقت تعمل جايد مي بشكل عام. تعال نشوف بس اذا في شي كويستات مهمة. هذا عم يقول لك يعمل انترتينمنت ديفيجن، ما حنقدر نساوي هاد، عملنا واحد بكفي. بس لنشوف الانترتينمنت بشو حيفيدنا. ستيل كارز بده كمان يا ترى؟ طبعا هدول الكوستات ما بيعطوا مصاري، قل له حساويها بس لنشوف. نشوف الاعدادات هون، باصات خضراء، ستيل كارز صفرة، ترينات صفرة، بوت صفرة، مطار ما في، ما حنعمل ما بعتقد. هلا ترينات يعني في عندي فكرة هون، بس لسه نحط واحدة ستيل كارز كمان، او منخلص من موضوع الستيل كارز بما انه شغال عنا كتير بالمدينة. خلصنا هيك، فللنا الستيل كارز، شايفين عملنا المهمة هي اللي هي وراي، بس انه المهمة ما بتعطي ولا شيء بلاش مجانية، عشان هيك انا بقول انه المهمات باللعبة قلال. هيك في كم مهمة بيعطوا مصاري بس قلال. عم بستنى طبعا في مباني مهجورة بس ما بدي شيلها هلا، استنى شوي بس لا تخف الزحمة، لانه انت وقت تشيل المبنى حييجوا سيارات ليبنوا مبنى جديد. استنى شوي، صار معنا 212 ألف. هلا فينا بقى بسكرت الملاهي، فينا نبلش نهد الشغلات المهدودة. هذا بيقول لي ان المبنى عم بيحترق عشان هيك ما فيك تشيله، معني ما شايف حريقة، ممكن يكون جليتش بج عطل، نستنى ونشوف. حلو، زائد 4000، صرنا زمان ما شفنا هالرقم. الشرطة طمنوني على الشرطة، 6، ما كان الشرطة يلاقوا حل. 30 ألف كبير غالي، بس حاجحطه، هذا بيخفف بيزيد الوعي تبع الكرايم. ما عنا مشكلة بالأماكن، بس عنا مشكلة بهي الأشياء. طب تعا تعا تعا، حروح على هي بوليس اون كريمينال، طبعا اكيد اي شي جامبلينج بتلاقي عم بيعطيك اشارة انه في خطر. هاي مخفر شرطة اكيد هون عم يعني بيصير فيه، بس انا بدي، انا بيهمني هون السياحة ما يصير لها سرقة. في خطة ببالي بس كيف بدي نجحها بالضبط ما بعرف، بس فيني جرب بلش. الخطة اللي ببالي بتقول هون هيك، الخطة اللي ببالي بتقول اني اشيل هذا كله، شلنا هذا الطريق، بعد ما شلنا هذا الطريق نروح على مباني الجامبلينج ونحط من هذا الظريف اللي عجبنا هون واحد. نعطيه هيك زاوية شوي عشان ياخد راحته. طيب بعد ما عملنا هيك بده وقت طبعا، بدنا نعمل ترين. هيك
وأسرع طريق لهون. فصار عنا ترين يجيب لعنده زباين. بعد ما عملنا هيك ما عاد معنا مصاري كتير، صدقني رح نحط له الطاقية هي واللوحة مبدئيا لنشوف، ونشوف بقى هل الخطة بتنجح ولا لا. بعد ما عملنا هيك كمان فينا نعمل خط ورائي من هون مبدئيا ونحط فيه أزرق بهالطريقة، اللي طالعين من هون بدهم أوتيل، بدهم أي اختراع بيلاقوه هون. ونضل ماشيين الوقت، نتمنى ينجح هذا المبنى. هاي مخاطرة انك تعمل سليك كازينو هون، بس يعني نجرب نشوف شو بيصير. طبعا بعد ما عملنا هيك انا اللي بشيل تاني اللي بدي ساوي، بس بدي هلا شوي استنى شوي مصاري، فيني اخذ قروض بس ما بدي ادخل موضوع القروض هلا، استنى شوي معلش. في شي مهجور؟ ما في. هاي امبارح 166,000، يعني شكلها تقريبا هاي ثبتت على هالرقم تقريبا. من الواضح في رقم تحت بيقول لك تورست قديش العدد الكلي، اكتر شي بتوصل 2800، هاي ما فيك يعني تحط فيها اكتر من هيك. هذا الموضوع بعتقد ايه هذا هو الرقم الاقصى، ويمكن 200,000 هو الرقم الاقصى تقريبا عم نحكي. need workers. طيب هذا عم بيربح، هذا عم بيجي وصل لل100,000، وصل لل100,000 هذا المبنى السليك اللي هون، هذا عم بيربح. انا بس عم اتاكد انه كلياتهم خضر، انه اذا مو خضر بقى احنا بمشكلة، انه اذا مو اخضر يعني احمر، احمر يعني عم بيخسر مصاري ما عم بيربح، انه خضر مشان هيك احنا مرتاحين. هذا هو الوحيد اللي لسه خسران، نشوف كيف بدنا نربحه. طبعا هو بيجيب low wells capacity، لا ما بدنا نشوف هون شو الوضع. هو ما له فاتح لسه لساته نيد وركر عشان هيك ما فاتح. طيب ما مشكلة، بدنا وركرز يا شباب. كيف شوف العجقة على المدخل، عجقة رهيبة. بس عندنا مشكلة وركرز فعليا هلا شوي. طيب تعال هون، هاي قرنة منيحة، نعمل هيك ونعمل هد ونعمل وركرز. هاي القرنة خلص على أقصى شي معباية، يعني ساعته مسكر المحل ما فتح. هاي الأرقام طالعة لأنه مسكر. هون عم بينبنى مبنى، شايفين قديش بياخد وقت لينبنى المبنى، يعني وقت كبير. الشرطة شو أخبارها؟ 10، أنا نزيد شرطة فوق هلأ بعد شوي. إجانا مصاري هلأ. هون هي الشغلة اللي بدي ساويها هي إنه حط مخفر شرطة هون بهذا الشكل، أو خليني أشوف، لأ هون منيح هيك. وهذا المخفر بيساعدنا بقى على المنطقة العلوية إنه يحل أمورها كلها. هلأ هيك الشرطة بعتقد فوق حيمشي حالة بهالمنطقة، وحيبعتوا إمدادات لهون إمدادات لهون. بهالطريقة صار عنا ما شرطة هون شرطة هون وشرطة هون، وهي لثلاث جهات اللي يعني بتحاوط جزيرة الكنز تبعنا، أو جزيرة الملاهي تبعنا الأساسية. هذا السليك شغال شغال، بس هاد لسه ما اشتغل. هذا لساتهم بده عمال. تعال نشوف موضوع العمال قد ايه ناقصنا، رقم كبير ولا صغير؟ والله كتير كتير. وين من نحط عمال يا ترى؟ تعال نهد هاد، شو بنساوي؟ ها في تلوث هون؟ ما في تلوث.
منيحة الأرض تلوث بس هون. طيب هون كنا عاملين شوية أزرق، حنشيله مرة تانية ونحط أخضر محله. هون مستحيل ينزل أخضر، ما مستحيل. في عنا هالقرنة هون، ولا هاي مالنا منتبهين لها. هذا شو بوليس؟ طيب تعالوا نحط طريق هيك، منيحة والله هالقرنة كتير. هيك مثلا طريق هيك، اتفنن هيك بلفة. وبنتفنن بلفة تانية. وصلة، هاد هو الكلام. وهي قدرنا نحطه عن جوا، ما حيطلع شي. انا حطيته هيك حطت، بس يعني هون حيطلع بهالمنطقة. طيب انا الدنيا ليل، مصارينا قديش؟ 100,000. يا هل ترى فتح هذا ولا لسه؟ لهلا ما قدرنا نجيب له عمال للاسف. طبعا هدول، حتى هدول لسه ما نسرع السرعة. فينا نحن هلا بشكل مبدئي نطفي، لو يصير عنا شوية عمال بنفتحه بعد شوي، لانه ما عنا عمال. هي مشكلة. بعتقد مسألة وقت، يعني بعتقد بالحلقة الجاية نشتغل على نلاقي حلول لموضوع هذا. شو عمال؟ عمال نفكر بحلول أكتر. هون منشوف، منشوف إن شاء الله خير. في حلول، كله بيتدبر، كله بيتدبر. منيم هاي، منيم هاي، منيم هذا الأزرق اللي هون، حط محله أخضر. أنا بيودي إنه ما أحط أي شي عشان أخفف ازدحام، بس احنا بحاجة عمال، يعني ما فينا نساوي شي. كل الأحوال هون في حرايق، السلام والله، حرايق كبيرة، بس كله بيروح هلا، مسألة وقت. مالها الشغلة الفظيعة، خفف السرعة شوي. شوف الحريق، والله متعوب عليه الحريق، مشغول عليه بطريقة حلوة. كبير، السلام. هاي سيارات الإطفاء مطفي، ما علينا. رحنا هلا، رجعنا للزائد، زائد 2000. هاي شغالة، بس بدنا نعرف هذا اللي شغلناه في عمال ولا لا. والله خلوه هذا للحلقة القادمة، لنشوف شو حيصير وقت نشغله، وحنشوف إذا بيربح ولا ما بيربح. رحنا طبعا، بس بدنا نستنى هدول المباني بقى ينبنوا عشان نقدر نعمل شي. شايفين قد عنا مباني كتير، كله هذا بالطريق، كله جاي بالطريق من برا، من بلاد الخارج. نعم، يعني حلقة كانت متعبة ومخيفة كمان، ما لها سهلة. طبعا في كتير حرايق، بس ما بهمنا، ما بهمنا، ما مهم أبدا. دائما بنركز لحنا بالسياحة على بس نشوف هي مطور، نطور هدول. خلاص ما طورناهم زمان، صار معنا مصاري الحمد لله، نطورهم. دائما بسلسلة السياحة بهمك، بس هالمواصلات تركز على موضوع الشرطة مثلا، هدول المطورين بذكر ايه، تركز على موضوع الشرطة، المواصلات. وهي هي هاد المخفر شغال، شغالين هيك، لحنا حاوطناهم يعني. متوقع الشرطة مسألة تايم، مسألة وقت، ومن سيطر عليها. بكل الأحوال يعني حلقة كانت جيدة، ما كانت سيئة نهائيا. حنختمها على حريقة
حريقة بالمدينة. طبعا احنا فخورين بالحريقة مالنا، ليك سيارات الاطفاء عم تطفي، فخورين فيها لانه ما كتير سائلين على موضوع الحريقة. بس يعني عم نحاول جهدنا نشكل. تعالوا بس هون نعمل هيك، ان شاء الحلقة الجاي ما ننسى، لانه اكيد حانسى الحلقة الجاي. بس هيك ما بدي اوتيل مرة تانية هون. بكل الاحوال حوقف الوقت هون على هال 88 ألف، وننتقل للوحة الوداع. هاي اللوحة للي ما شافوا شيء. طبعا بذكر، طبعا اذا انت بتحب السمسيتي نصيحة، شوف كل سلاسل السمسيتي بال 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 بالقناة، هن ما لهم كتير كتار، بس يعني بيستحقوا انك تشوفهم اذا حابب تتعلم اللعبة مزبوط من الالف للياء. بالنسبة لهاللعبة هي فوق بنتك كل على اليسار، لعبة ليج اوف ليجند اللي بيحبوها بحبوا يشوفوا المقطع ومقاطع اخرى بالرابطة البلاتينية موجود فيه كمان، وهي خريطة الارام. تحت اليسار طبعا فيفا غنية عن التعريف، فوق على اليمين مدينة التصميم مع عمر بسيم سيتي، اي سلسلة فيها مجموعة مدن كلها مدن مسؤولة عن التصميم او محتواها كله هو الشكل والجمالية والاشياء. هاي المدينة شاركت بالاي اي وما بنعرف اذا بتربح ولا لا. وتحت على اليمين لعبة الجلد وورز 2، طبعا هي اللعبة هي أضخم سلسلة عربية للعبة ام ام او، عم تحكي عن أكثر من 100 حلقة، كل حلقة من 30 ل 40 دقيقة. بس لا تمشي هالسلسلة بدها مشاهدة كتير، لأنه أنا هي الحلقة الواحدة بتاخذ مني يعني 6 7 ساعات بين ريندرينج وشغل كتير، يعني مشان هيك ما بنمشيها غير إذا كان عليها طلب كبير. بأدعموها إذا بتحبوها. أتمنى تكونوا استمتعتوا. كان معكم عمر صاحب اي دي، وواحد جنجن واحد، وبشوفكم بحلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.